وكانت وصلت فجر اليوم إلى مطار بولوكوفو في سان بطرسبورغ طائرة تنقل جثامين 144 من ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في مصر قبل يومين. وقالت وزارة الأوضاع الطارئة الروسية إن طائرة أخرى تنقل عددا من الجثامين ستقلع اليوم من القاهرة. وكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا في سان بطرسبورغ أمس حدادا على أرواح المسافرين الذين قضوا في أسوأ كارثة طيران تشهدها روسيا.